من الميادين السلام عليكم وإلى العناوين. ارتفاع محصلة ضحايا الهجمات الإرهابية في سيناء إلى 40 شهيدا ونحو 70 جريحا، وأنصار بيت المقدس التابعة لداعش تتبنى العملية. في أكبر تعديل وزاري بتاريخ المملكة، العاهل السعودي يعيد تشكيل الحكومة وأجهزة الدولة ويعفي بندر بن سلطان ونجلي الملك الراحل عبد الله. اجتماع جديد اليوم بين بن عمر والقوى السياسية اليمنية لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية في البلاد. أهلا بكم. تبنى جماعة أنصار بيت المقدس التي بايعت داعش مؤخرا الهجمات التي أدت إلى استشهاد نحو 40 شخصا على الأقل وجرح نحو 70 آخرين في العريش بسيناء. الجيش المصري أصدر بيانا أعلن فيه أن عناصر إرهابيين اعتدوا على بعض المقار والمنشآت التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المدينة، وأضاف في البيان أن المسلحين استخدموا عربات مفخخة وقذائف الهاون حيث جرى تبادل لإطلاق النار. أمنيا أيضا في مصر، استشهد شخص وأصيب 3 أطفال إثر انفجار لغم أرضي مضاد للدبابات في منطقة القسيمة وسط سيناء. كذلك أطلق مشغولون الرصاص على أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني في مدينة السادات بمحافظة المنوفية. وقرب قرية العامرية في محافظة الفيوم تعطلت حركة القطارات ساعة إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع وضعت على سكة الحديد. وفي القاهرة تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها أمام مول 7 ستار بالتجمع 5 في القاهرة. الولايات المتحدة دانت الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في شمال سيناء. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي قالت إن واشنطن مستمرة في دعم جهود الحكومة المصرية لمكافحة التهديد الإرهابي في مصر في إطار التزام الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعديلات وزارية واسعة وأصدر 30 مرسوما ملكيا طاولت وزارات وإدارات ومجالس مختلفة في تعديل وصف بالأكبر في تاريخ المملكة. أبرز التعديلات شملت إعفاء رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي بندر بن سلطان من منصبه وتعيين خالد الحميدان رئيسا للاستخبارات العامة. التغييرات شملت أيضا إعفاء 2 من أبناء الملك عبد الله الراحل وما متعب ومشعل من إمارتيهما على مكة والرياض. أفاد مراسلنا في اليمن بأن اشتباكات عنيفة جرت بين مسلحين ووحدات من الجيش في وادي سر في حضرموت. من جهة ثانية انتهى اجتماع الأطراف السياسية اليمنية مع المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى التوصل إلى اتفاق القوى السياسية اليمنية على الاجتماع مجددا اليوم لاستكمال المشاورات بشأن الأزمة الراهنة. مراسل الميادين نقل عن مصدر حزبي مشارك أن جميع الخيارات مطروحة على طاولة المشاورات من ضمنها إنشاء مجلس رئاسي. في الشأن السوري انتهت الاجتماعات في موسكو بين وفدي الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على لقاء جديد الشهر المقبل. النقاشات تركزت على ورقة مبادئ موسكو بانتظار التفاهم بين المعارضين على مضمونها. تقرير هبة الله بيطار. من دون الاتفاق على بيان ختامي انتهى اللقاء التشاوري في العاصمة الروسية بين وفد الحكومة السورية وأطراف المعارضة المشاركة. منسق اللقاء فيتالي نعومكين أطلق ورقة مبادئ موسكو المبنية على أساس مؤتمر جنيف 1 داعيا إلى وقف الاقتتال في سوريا والخروج بحل سوري سوري من دون شروط. كما أعلن نعومكين أن الشهر المقبل سيشهد لقاء يجمع وفد الحكومة بمعارضين لم يشاركوا في اللقاء الحالي. وضعنا مبادئ عامة وأطلقنا عليها اسم مبادئ موسكو للحل على أساس مرجعية جنيف، وقد وضعناها على أساس النقاشات التي حصلت، وبما لا يشكل خلافات عميقة بين وفدي الحكومة والمعارضة.
غالبية المشاركين في اللقاء التشاوري وافقوا عليها، والبعض طلب بعض التعديلات، ونحن لا نريد تحويل الاجتماع إلى منصة بديلة لأي حوار آخر حول الأزمة السورية. الوفد الحكومي كان منفتحا خلال المشاورات مع المعارضة السورية وفقا لما أعلنه رئيس الوفد بشار الجعفري، عبر عن أمله بعقد مؤتمر للحوار في دمشق في ختام اللقاءات التشاورية التي بدأت في موسكو. أولا، وفد الحكومة السورية استجاب لرغبة الأصدقاء الروس بإصدار مبادئ ساحة موسكو، لكن وأغلبية المعارضات الحقيقة أغلبية المعارضات وافقت أيضا على دعم إصدار مبادئ موسكو. بعض المعارضين بصفته الشخصية اعترض على فكرة اعتماد مبادئ ساحة موسكو في آخر لحظة، وذلك تحت ذرائع غير مقنعة. ما قيل من تسريبات عن وجود خلاف، عن حدوث خلاف بين وفد الحكومة ووفود المعارضات عار عن الصحة تماما. الخلافات كانت بين صفوف المعارضات أنفسها. المعارضون السوريون ممن شاركوا في مؤتمر القاهرة ولقاء موسكو رفضوا ورقة المبادئ، وأصدروا بيانا توضيحيا جاء فيه أن الورقة تعبر بشكل أو بآخر عن وجهة نظر السلطة السورية، كما أشاروا إلى أن الورقة تبتعد عن الحل السياسي القائم على قرارات الشرعية الدولية وبيان مؤتمر جنيف ومختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. أبدت لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريكي تحفظات على خطة حكومة الرئيس باراك أوباما القاضية بالسماح للاجئين السوريين بالدخول إلى الولايات المتحدة. اللجنة قالت أن هذه المسألة قد تسمح لإرهابيين محتملين بالتسلل إلى البلاد، وأكدت أن خطة الحكومة تثير مخاوف خطرة بشأن الأمن القومي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من التحري الكامل عن خلفيات اللاجئين اللاتين من سوريا قبل السماح لهم بدخول البلاد. قال الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 6 غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش في سوريا و12 غارة أخرى في العراق. وذكرت قوة المهمات المشتركة في بيان لها أن من بين الغارات التي نفذت 5 غارات قرب عين العرب أصابت موقعا قتاليا لداعش و3 وحدات تكتيكية ووحدة كبيرة. وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أكدت أن مقاتلي التنظيم انسحبوا من 90% من مدينة عين العرب. خلال رصد التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، التقى فريقا عمل الميادين على طرفي الحدود. مراسل الميادين علي هاشم من منطقة كفركلة اللبنانية، ومراسلة الميادين في القدس هناء محاميد من لمطل الفلسطينية. كفركلة تزرع في الأرض وبحوانا، كفركلة تغرس في الأرض بندقية لتحمي القضية. كفركلة هناك خلف الأسلاك الشائكة وجدار الاحتلال، خلف الحدود التي لم تقوى على كسر ذاكرة شعبين تشابكا بالتاريخ. هنا لمطل التي يستوطنها اليوم الإسرائيليون على الحدود الشمالية لفلسطين مع لبنان، رصد صحفي لانعكاسات ضربة حزب الله ضد قافلة آليات عسكرية إسرائيلية أتى بنا إليها، ليتحول رصدنا أيضاً إلى لقاء للميادين بالميادين. نحاول الآن الاقتراب من السياج الحدودي لإلقاء التحية على زملائنا في الميادين، زميلتنا هناء محميد التي تقف في بلدة لمطلة الفلسطينية المحتلة، وطبعا نحن من الجانب اللبناني تحديدا منطقة كفركلة. هم الإسرائيليين يشبطون شرصاصة. لا، الحدود تفتتت لبرهة، فلا شيء يقوى على طمس رغبة الفلسطيني الجامحة بالتواصل مع شقيقه العربي، لا شيء يقوى على ثني ذرتي تراب عن الالتقاء.
هلا هلا مرحبا كيفكم تمام؟ هلا ما بعرف اذا فينا نقدم بس نحن رح نوقف هون. كيفك؟ منيحة تمام؟ كيف صحتكم؟ كل شيء رواق؟ صراحة شعور كثير هيك شعور رائع غريب وحلو. عيبتي هناء ممتاز ممتاز. يلا فرصة سعيدة شفناك للمرة الأولى شخصي. كراب كيف؟ كراب كثير كراب 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 بس قديش كراب قديش بعاد؟ نحن قديش كراب قديش بعاد؟ ها نحن تفصلنا 5 أو 6 أمتار مسافة قريبة جدا وبعيدة جدا إلى أن تزول غمامة الاحتلال. سنلتقي حقا وفعلا لبنان وفلسطين. اسمي علي مصور. هلا علي كيفك؟ أنا كمان اسمي علي هاشم. أنا علي دواني. على راسي علي. كمان واحد عشان نفتح الحدود. هلا إن شاء الله. هي ما مش صعبة الخبرية بس الشاب اللي فوق بس ما يهوس يعني مش الحال. لا لا فيش حدا فيها فاضي. أوف معقول؟ أهلين. يعني وين فلوا الجماعة؟ أيوة. يلا هناء وصي بشي. سلموا سلموا باي باي. وعلى الشريط الفاصل أيضا مفارقة الخوف عند المستوطنين الإسرائيليين والاطمئنان عند سكان القرى اللبنانيين. تقرير علي مرتضى. لا يحسد المستوطنون في شمال فلسطين المحتلة على إيقاع حياتهم اليومية، فالدولة التي كانت تتغنى بأمنها المحكم باتت اليوم تعيش قلقا يجعل حياة مستوطنيها أكثر صعوبة. في مقابل قرية مروحين تقبع مستوطنة زرعيد، هذه المستوطنة التي لا يكاد أهلها يستفيقون من كابوس أنفاق حزب الله حتى يشرع الجيش الإسرائيلي الذي لا يظهر له أثر على طول الحدود في أعمال حفر داخل المستوطنة للتأكد من وجود أنفاق من عدمه، في مشهد يعكس الترقب والخوف. هنا أيضا المشهد لا يختلف، هذه مستوطنة أفيفيم في مقابل قرية مارون الراس، الحركة معدومة أيضا. ثكنة أفيفيم العسكرية تبدو كأنها فارغة رغم أنها عززت منذ فترة بثلاث دبابات ميركافا لا أثر للجنود الإسرائيليين فيها، وأيضا موقع الصلح العسكري أخلي منذ عملية المقاومة وانكفأ جنوده إلى الداخل. في المقلب الآخر وتحديدا في عاصمة المقاومة والتحرير بنت جبيل، الصورة تتكلم عن نفسها، أسواق مفتوحة ومواطنون يقضون حاجاتهم اليومية، فبوجود المقاومة لا خوف هنا يقول هؤلاء. ليش المستوطنين الإسرائيليين بعدهم لحد هلأ مش راجعين على مستوطناتهم بينما نحن هون ببنت جبيل كلياتنا فتحين أسواقنا وكأنه ما في شيء؟ هذا بدل أنه نحن عندنا ثقة بالمقاومة وان شاء الله هالبلاد هون ما بنتركها لو شو ما يصير. انبسطنا كثير اكيد مرحب العمليه ومش شايفين ابدا، هي كنت منك شايف عادي كل شيء طبيعي والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بكون في عمليه ثانيه وثالثه كمان. هيكم شايفين كلكم الحياه طبيعيه ونحن تلاميذ وجايين على المكتب وعم نكفي نشاطاتنا بشكل عادي، لا سكرنا مدارس ولا بيعنينا هذا الموضوع، ونحن المقاومه تعودنا على هيك انواع من العمليات وكل شيء بتعمله المقاومه وكل رجل بهيدا البلد بيقاوم نحن معه. انا بحب السيد حسن. اختلاف المشهد بين طرفي الحدود يعود ربما إلى تعود الجنوبيين على التضحية والذود عن وطنهم، فيما المستوطنون المرفهون في الجانب الآخر لا يحتملون أي اهتزاز أمني حتى لو كان ثانويا. لا يخرق هدوء الحدود اللبنانية إلا صوت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، مراكز عسكرية خالية ومستوطنات قلقة لا تشهد تحركات مدنية إلا فيما ندر. في المقابل قرى لبنانية تعج بالحياة على طول شريط الحدودي. علي مرتضى، مارون الراس، جنوب لبنان، الميادين. بعد عملية حزب الله في مزار شبعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي برزت دعوات رسمية إلى التضامن الحكومي والسياسي في لبنان. تقرير عباس الصبخ. لا خرق للقرار الدولي 1701، عملية المقاومة في شبعة المحتلة لا تخالف البيان الوزاري.
هي خلاصة نقاش وزاري لبناني بعد ساعات على رد حزب الله على غارة القنيطرة. وزراء لبنانيون وصفوا العملية بالنوعية داعين إلى التضامن الداخلي. هذه عملية نوعية أيضا فيها رد واضح، بدليل أن إسرائيل بعد ردة الفعل الأولى تراجعت وأبلغت اليونيفيل بأنها ستلتزم بالقواعد التي استمرت منذ فترة في هذه المنطقة. تيار المستقبل لم يهاجم حزب الله بعد العملية، وأكد أحد وزرائه ضرورة وحدة اللبنانيين ضد إسرائيل. أنا أرى في هذه المرحلة أن ضبط النفس مهم، وهذا لا يجعلني أعول على حسن نية إسرائيل، فإسرائيل دائما سيئة النية، ولكن إذا شنت إسرائيل عدوان علينا من الواجب أن نكون كلنا صفا واحدا، وإلا ستذهب ريحنا. حزب الكتائب الذي كان من أوائل المستنكرين لغارة القنيطرة أبدى توجسا من الرد الإسرائيلي. بقدر ما أبدينا تضامن مع الحزب حين خسر شهداءه في القنيطرة، بهذا القدر نرفض تعريض لبنان للخطر من جراء عملية، بغض النظر إذا كانت إسرائيل سترد اليوم أو سترد غدا. نحن نريد أن نخرج من منطق الحرب، من مسار التدمير إلى مسار السلام والبناء. متفيئا بالبيان الوزاري الذي أكد على حق المقاومة في استعادة الأراضي المحتلة، نفذ حزب الله عمليته النوعية ضد العدو الإسرائيلي من دون إرباك الساحة الداخلية أو إحراج أي من حلفائه. أرخت عملية المقاومة في شبع المحتلة بظلالها على الحراك السياسي في لبنان، وسط ارتياح حكومي لعدم خرق القرار 1701 والالتزام بالبيان الوزاري. عباس صباغ، بيروت، الميادين. إلى ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون إن اغتيال القنيطرة كان ضروريا لأمن إسرائيل، ولو جرى تأخير ذلك لكان جهاد مغنية قد نفذ عمليات نوعية خلال أسابيع. يعلون الذي جال على المناطق المتاخمة لجنوب لبنان رأى أن حزب الله ليس بحاجة إلى الأنفاق، وأضاف أن طبيعة الأرض تسمح لمقاتلي الحزب بالتسلل. يعلون أبدى تخوفا من فتح إيران جبهة في الجولان السوري إلى جانب حزب الله في سوريا وحركات الجهاد، وأضاف أن حماس في غزة تحاول تسليح الضفة الغربية. وصل إلى بيروت رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي في إيران علاء الدين بروجردي، الذي أعرب عن فخر بلاده واعتزازها بما قامت به المقاومة في لبنان. المسؤول الإيراني يزور لبنان للمشاركة في احتفال حزب الله بتكريم شهداء القنيطرة اليوم، على أن يلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين اللبنانيين. أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شعرت بالكثير من الأسى والحزن والأسف تجاه سقوط هؤلاء، هذه الثلة المباركة من مجاهدي المقاومة الإسلامية في منطقة القنيطرة من جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم، ونود أن ننوه بكل الشهداء البررة الذين قضوا في سبيل الله في هذا الاعتداء الآثم، ولا سيما أن ننوه بروح الشهيد المقاوم الحاج جهاد مغنية الابن البار للقائد المقاوم الشهيد رضوان الشهيد عماد مغنية. قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده ستطلب من الأردن تعزيز حماية دبلوماسية هناك. كيشيدا أكد أن طوكيو ستبذل أقصى الجهود للإفراج عن الصحفي الياباني المحتجز لدى تنظيم داعش كينجي جوتو، وأشار إلى أنه ليس لديه أي معلومات بشأن قضية المختطف. وجاء في رسالة صوتية منسوبة إلى الصحفي الياباني أن الطيار الأردني سيقتل ما لم يفرج الأردن عن ساجدة الريشاوي. مصدر أمني رفيع المستوى في الأردن أعلن أن حياة سجينة ساجدة ريشاوي وغيرها من قادة داعش في السجون الأردنية بيد التنظيم. وأضاف المصدر أن مصير ريشاوي مرتبط بمصير الطيار الأردني معاذ الكساسبة. وزير الإعلام الأردني محمد المومني قال أنه لن يفرج عن ريشاوي إلا بعد التأكد أن الطيار الأردني معاذ الكساسبة على قيد الحياة. نؤكد ما قلناه أمس، إن الأردن مستعد لتبادل ساجد الريشاوي مع الطيار الأردني معاذ الكساسبة. في هذه المرحلة نود أن نؤكد أننا طلبنا دليلا من داعش بأن الطيار لا يزال على قيد الحياة، ولم نتلقى أي شيء حتى الآن. الريشاوي لا تزال في الأردن، والمبادلة ستتم حينما نتلقى دليلا على حياة الطيار الأردني، ثم ننتقل إلى المرحلة المقبلة.
وصف كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عرقجي المفاوضات التي أجراها مع مساعدي وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في إسطنبول بأنها تبعث على الأمل. عرقجي وصف المفاوضات بالمفيدة جدا إلا أن الحكم فيها على أي تقدم لا يزال مبكرا، وأضاف أن المفاوضات مع الدول الست التي لا تمتلك مواقف متطابقة تعد عملا صعبا. إلى ذلك اتفقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي على تأجيل الدفع بمشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران لمدة شهرين بهدف إتاحة الوقت للإدارة الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران. واستمع المشرعون إلى شهادة وزير الخارجية الأسبق هنري كاسنجر الذي وجه انتقادات إلى المفاوضات الدولية مع إيران محذرا مما سماها طموحات إيران التوسعية في منطقة الشرق الأوسط. والآن إلى أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم مع زميلتي سارة الحاف. صباح الخير مجددا سارة وإليك. صباح النور رنا، شكرا لك. أهلا بكم من جديد. جولتنا في عناوين الصحف العربية إذا نبدأها من صحيفة السفير اللبنانية، نقرأ فيها: هكذا وقع الإسرائيليون في كمين شبعة، قائد لواء حرام يأمر بعودة القافلة فتنطلق الصواريخ. وفي اليوم السابع الملك سلمان ينجز انقلابه، إقالة ابني عبد الله وأمراء وعودة المحافظين وإلغاء مؤسسات. الحصيلة الأهم لمشاورات موسكو انعقاد اللقاء. وأيضا صحيفة السفير عنونت في الشأن المصري: سيناء هجمات تكفيرية غير مسبوقة. من صحيفة السفير اللبنانية إلى صحيفة الخليج الإماراتية نقرأ فيها: أكبر تعديل وزاري في السعودية، إلغاء مجالس وإنشاء أخرى وإعفاءات وتعيينات ودعم وعفو. الإرهاب يفخخ العريش، 88 قتيلا وجريحا، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية في 8 فبراير. داعش يفجر 10 قصور رئاسية والتحالف يكبده خسائر فادحة، قلق في الأردن واليابان بعد انتهاء المهلة الثانية. إلى صحيفة الوطن العمانية نقرأ فيها: لبنان يؤكد أنه سيتعاطى بحكمة وهدوء حذر على الحدود. اجتماع موسكو إعلان مبادئ على مرجعية جنيف، سوريا تصف اللقاء بالإيجابي ومشاورات قريبة. الفصائل الفلسطينية تدعو لفتح ميناء بحري بغزة. وفي الوطن العماني اليمن الحكومة تصر على استقالتها وتحمل الحوثيون المسؤولية. ونبقى في الشأن اليمني ولكن هذه المرة مع صحيفة الثورة، نقرأ فيها: توقعات بانفراج سياسي ومصالحة وطنية شاملة، العربي والزياني يبحثان الجهود المبذولة لإقرار تسوية سياسية للأزمة اليمنية. متطرفون يهدمون مسجد وضريح العالم سفيان بن عبد الله في لحج، الآثار والأوقاف تدينان تخريب المعلم الذي يعود تاريخ إنشائه إلى ما قبل 800 سنة. الأردن يجدد استعداده لإطلاق الريشاوي مقابل استعادة الطيار الأسير لدى داعش. في صحيفة الشروق التونسية نقرأ: أسرار مجاهدات النكاح من الشعانبي إلى سوريا، تقودهن زوجة الإرهابي مراد الغرسلي. الصيد بين النهضة والجبهة الشعبية، ماذا سيكسب وماذا سيخسر؟ وأيضا عنونت الشروق: 40 إرهابيا يهددون تونس يتزعمهم أبو حجر اليمني. ونختم هذه الجولة مع صحيفة الدستور الأردنية، نقرأ فيها: تحذيرات فلسطينية من انفجار الأوضاع في غزة جراء الحصار، مساق تعليمي تهويدي يستهدف المسجد الأقصى. مقتل 26 مصريا وإصابة 36 بهجمات في العريش باستخدام سيارة مفخخة وقذائف الهاون. مع هذا العنوان نأتي إلى ختام هذه الجولة طبعا لتحليل هذه العناوين في برنامج أخ طبعا. والآن إليك رانا. شكرا لك سارة.